رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، ووصلنا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء، وضفنا الأستاذ عزت طاهر المدير الإداري لمؤسسة سقيا الماء. أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك أستاذ عزت. أهلا بيك، نورتنا. طبعا مشروعات سقيا الماء جميلة وكتيرة ومتعددة، وبدأت بالمية، وبعد كده بقى فيها الصدقة الجارية والوقف لله زي النخل وزي الزيتون، وطبعا أبار المية ووصلات المية، وطبعا عمليات العيون زي ما أنا رحت بنفسي وشفت في الأسر، وتوزيع فئنا للمحتاجين وأسقف المنازل. أنا بس عايزة أقول كده في بداية الحلقة أن احنا طبعا في شهر مارس شهر الاحتفال بالأم، والحقيقة الشيخ أحمد ألوان عمل مبادرة جميلة جدا، أن هو هدية مامته السنة دي جاب لها سك نخلة، فكانت حاجة جميلة جدا، وهي طبعا فرحت بيها قوي، ربنا يديها الصحة. فأنا وإخواتي بقى فكرنا أن احنا كمان هنعمل كده، فأنا وإخواتي هدية الأم السنة دي ماما يعني الله يرحمها، وخلاتي برضو اتوفوا، وخلاتي اللي عايشين، هديتنا يعني الماما وخلاتي كلهم سق نخلة، يعني هنعمل لهم نخلة برضو باسمهم، وأحلى هدية يعني. بالضبط يا استاذ عيني، ربنا يتقبل من حضراتكم يعني ومن الشيخ أحمد. هي فكر يعني فعلا فكرة ان انا لما احب حد قوي اديله هدية الصدقة، الصدقة اللي هي بقى هتشفع له، الصدقة اللي هي هتدوم له وهتديله كم من الحسنات كبير جدا جدا. ومشروع النخيل فعلا من المشاريع الجميلة جدا الناس بدأت الفترة اللي فاتت، يعني احنا عندنا مشروعين دلوقتي بقى الناس بتوجه ليهم جدا، ان كان بقى النخيل او الابار. طب ليه هنا وليه هنا؟ انا النهاردة في مشروع النخيل، لما انا بقول انا بعمل نخلة تمنها 4000 جنيه وبتقعد معايا 80 سنة الريع شغال، ومش ريع بس، يعني هي مش بتديني حسنات لمدة 80 سنة من النخلة بس، لا ده انا بوزعها لمصارف تانية او بوزعها لمشاريع تانية، فانا بعدد المصارف او المجالات اللي بيخش فيها الحسنات دي. فربنا يتقبل منكم دايما، ويا رب كل الناس اللي هي عايزة تقدم هدايا. احنا يعني النهاردة انا هحاول اشرح كل مشاريع سقيا الماء او جزء من المشاريع بتاعت سقيا الماء عندنا، برضو علشان عيد الام، وعلشان بقى دخول رمضان والناس اللي بتحب تعمل خير، ورمضان جاي والناس كلها بتحوش علشان رمضان وعشان الصدقات في رمضان، فانا هشرح باستفاضه بقى كل المشاريع بتاعتنا وكل حاجه بكام وبتفيد قد ايه والريع بتاعها رايح فين او بيخش منها قد ايه. فنتكلم بقى بمناسبه النخيل على كرة سقيا الماء. احنا عندنا 3 قرى، اول قريه في وادي الجديد 200 فدان، في قريه في وادي النتروم 100 فدان، وفي قريه في سيوه هي بنظبط الموافقات المفروض تبقى حوالي 300 فدان. بدانا في وادي النتروم، هي اللي بدانا فيها الزراعه الحمد لله عشان هي قريبه، لان احنا متعودين علشان نطمن الناس مش بس نبعت لهم صور للنخل، لا احنا كمان بنجيبهم يروحوا معانا يزرعوا بايديهم اللي قادر. طبعا في ناس بتقول لنا لا انا كفايه عليا ان انتوا تبعتوا لي صوره، وفي ناس بتكون حابه ان هي مش بس تدفع فلوس الزرعة، لأن هي كمان تاخد ثواب المشقة في الطريق، وأن هي تحط الزرعة بإيديها جوه الأرض. فاحنا عشان كده قلنا نبدأ بالقريب بحيث أن احنا ناخد الناس معانا، وعملنا الحمد لله حفلة من فترة وحضرتك كنت مشرفانا فيها، والناس كتير جدا جم وفرحوا معانا بكم الخير اللي كان حواليهم وكم النخل، وقعدوا يتخيلوا معانا النهاردة وإحنا لسه بنحط الفسيلة أن هي إزاي بعد كام سنة هتخضر كلها وتبقى شكلها إن شاء الله كلها خضرة ومعمرة يعني. جميلة. طيب احنا عايزين بس نبدأ كده على طول حلقتنا بالشغل العملي الجميل لمؤسسة سقيا الماء وتقرير كراتين رمضان.